كلمات في الغزل كتبها فرعون عاشق لحبيبته منذ أكثر من 3000 عام، امتزجت بألحان رومانسية خالدة من مقطوعة الهارب للموسيقار الألماني باخ، احتضنهما صوت مصري حالم بإعادة تذوق وإحياء اللغة المصرية القديمة. إنها أغنية مروت إيك أو حبك التي قدمتها السوبرانو المصرية أميرة سليم. عندنا قصائد جميلة جدا، وقصائد حب وقصائد عن النيل، ويعني في أناشيد جميلة جدا. فالحقيقة ان انا يعني غرقت في الموضوع ده شوية وبحثت فيه ولقيت واخترت بعض المقاطع، وكان عندي فكرة ان انا اقدم اغاني باللغة المصرية القديمة. حفل المومياوات الملكية الذي أبهرت به مصر العالم خلال إبريل من عام 2021 كان بمثابة شهادة ميلاد جديدة لأميرة سليم، بعدما فاجأت الجمهور بأنشودة فرعونية تلامست مع قلوبهم وباتوا يتفاعلون مع هذا اللون من الغناء. أنا مش مستغربة قوي، لأنه الناس زي ما قلت كتير عندهم حاجة في اللاوعي مرتبطة بأجدادنا، عشان كده لما سمعوا لحن هشام نزيه العظيم وكلمات باللغة المصرية القديمة، أعتقد إن هم ارتبطوا بيها بطريقة يعني سريعة جدا وتلقائية جدا. درست أميرة الموسيقى في إيطاليا قبل أن تتخرج في معهد كونسرفاتوار القاهرة، ثم حصلت على منحة لدراسة الموسيقى في فرنسا، وصارت تجيد الغناء الأوبرالي بعدة لغات، كما تصنف كسوبرانو لامتلاكها طبقة الصوت الأعلى بين أصوات النساء. بمزيج من المؤلفات المصرية القديمة والموسيقى الكلاسيكية، بدأت أميرة سليم رحلة لإحياء اللغة الفرعونية بشكل فريد، رحلة تجسد حضارة خالدة لتحكي كيف كان الأجداد يعشقون. مين حبيب، قناة الغد، القاهرة.